طيب على كل حال خلينا نكمل بعد كده مع حضراتكم، واستكمالا هنا بقى لمباريات الفوز الفرق الاهلي بتحققها في مختلف الاعمار. امبارح كان يوم مميز جدا، سواء احنا بنتكلم عن الماضي او الحاضر، بس خلينا نتكلم عن الحاضر الاول. فريق الناشئين لكره القدم بالنادي الاهلي مواليد 2003 امبارح فاز على مضيفه الزمالك بهدف دون رد في المباراه اللي اقيمت على ملعب نادي الزمالك، كان ضمن الجوله ال 15 من المرحله النهائيه لبطولة الجمهورية. الهدف ده جه للأهلي في الدقيقة تحديدا 54 من زمن المباراة عن طريق المدافع المتألق فعلا إبراهيم عبد الحكيم، كانت برأسية يعني رائعة من ركلة كانت ركنية علشان بعد كده يقتنص الأهلي 3 نقاط. والفوز ده بنقول إن هو رفع أهلي 2003 رصيده بقى ليه 27 نقطة جمعها من الفوز تحديدا في 8 مباريات، اتعادل في 3 واتهزم في 2، مسجلا هنا نقدر نجمعهم 23 هدف مقابل 10 أهداف في مرمى. يعني مباراة كانت جميلة جدا. عايز أقول لحضراتكم مبروك لأهلي 2003 والناشئين في الأهلي برضو تحت قيادة كابتن خالد بيبو. خليني أقول إن هي اتنقلت نقلة فعلا تانية، حاجة كانت محترمة جدا. في فرق كنا بنشوفها ما كانتش يعني بتكسب تماما، لا دلوقتي احنا بنتكلم وتحديدا كمان 2003 ان هم بيحققوا فوز بهذا الشكل، فاعتقد ده اكيد شيء مشرف جدا وشيء يسعدنا كلنا. ده بالنسبة زي ما كنت بقول لحضراتكم امبارح كان يوم مميز للحاضر، لكن طبعا الماضي احنا بنتكلم برضو كانت ذكرى جميلة جدا على النادي الاهلي. احنا بنتكلم بيبو وبشير وال6-1، هذا اليوم التاريخي اللي اكيد كلنا مش هننساه. ناس كتيرة جدا على السوشيال ميديا كانت متفاعله وحاطين صور مانويل جوزيه وخالد بيبو، يعني يوم زي ما بنقول الاهلاويه بيسعدوا بيه، فيعني دايما كده ان شاء الله الاهلي يفرحنا. بس امبارح فعلا كان يوم مميز زي ما بقول لحضراتكم على الماضي والحاضر.